بالنسبه للملاعب اللي موجوده في مركب محمد السادس كره القدم، فعندنا 8 ديال الملاعب، فيها 4 ديال الملاعب طبيعيه، وفيها 2 ديال الملاعب اللي هما من العشب الاصطناعي، وعندنا ملعب ديال الهجين اللي هو ليبريد، اللي فيه الخليط ما بين ما هو ما بين العشب الاصطناعي والعشب الطبيعي. فبالنسبه للطريقه ديالو فبالنسبه للطريقه ديال اللي تبنى بها هاد الملاعب، فكلهم فيهم بطبيعه الحال اندغان، هذاك لودغان اللي كيمكن كيف ما كانت الظروف ديال كان المطر كثير ولا هذا، دائما كاينه ليفاكياسيون كيف كتشوفوها في جانبيه ديال المياه. وكاين بطبيعه الحال عندنا بالنسبه للعشب في الملاعب الطبيعيه، عندنا 2 ديال الانواع ديال العشب، عندنا العشب ديال الصيف على حسب الجو اللي كاين في المغرب اللي هو البيرمودا، وعندنا العشب الطبيعي ديال الشتاء اللي هو الريغرا. فبطبيعه الحال في الوقت ديال المرحله الانتقاليه من الصيف للشتاء كنعملوا ان سيغسومي، كنعاودوا نزرعوا ديال الشتاء ولا كنزرعوا ديال الصيف، وكيكون واحد كيدوغمو، واحد اللي كيكون نائم والاخر اللي بطبيعه الحال اللي كيتعايش على حسب النقطه الاساسيه ديال هاد التعايش، راه هي الحراره. يعني انا ملي كتكون الحراره كثيره هذاك ديال الشتاء ما كيمكنش ليه يتقبل هذيك الحراره المفرطه، والعكس بالنسبه في الشتاء كتكون الحراره الدنيا، وبطبيعه الحال كيكون العشب اللي هو الريغرا ديال البيرمودا ديال الصيف ما كيمكنش ليه يتجاوب ويمكن يبقى عايش في الشتاء. وهاد المياه اللي ديال لا ديال السقي ولا هذا، كاينه واحد لاباش، كاين واحد الحوض اللي كناخذوا منه هذاك الماء وكنعاودوا نستعملوه مره ثانيه، لاننا عملنا ما امكن باش نطبقوا كل ما هو طاقه مستديمه، والاحترام بطبيعه الحال للبيئه لاننا في وسط غابوي، وبالتالي مفروض علينا بطبيعه الحال باش احنا نخليو ونتجانسوا مع الموقع، حتى بالنسبه للبنايات ديال القاعات الى راكم لاحظتوهم راه كاين اللوح، كاين الخشب كثير، باش نبقاو احنا متجانسين مع الطبيعه. مركب محمد السادس لكرة القدم اكيد انه يعني معلمة رياضية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لانه ربما راكم شفتوا اي حاجة من صغير ولا من كبير متواجدة في هذا المركب، هو تحترم المعايير الدولية يعني في جميع المنشآت ديالو، وحتى في الجانب ديال التغذية، يعني بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال الوجبات، بالنسبه سواء بالنسبه للمطبخ او للمكان ديال تناول الوجبات، وحتى بالنسبه لطريقه اعداد الوجبات، بحيث ان اعداد الوجبات ما غيكونش بطريقه اللي هي عامه، بطريقه اللي هي ربما تنقولوا ستوندار، غيكون بواحد الشكل اللي هو شخصي ديال كل شخص، كل رياضي غيكون عنده واحد البرنامج غذائي ديالو باغابوغ الاحتياجات ديالو. لان يعني تنعرفوا ان كاين هنا عندنا فئات عمريه متعدده، وعندنا الجنسين الذكور والاناث، وبالتالي فالاحتياجات هي تختلف، والاحتياجات كديك تختلف على حسب التدريب، واش غيكون تدريب الصباح والعشيه ولا غيكون غير الصباح ولا غيكون غير في العشيه، تختلف كذلك الاحتياجات، والبرنامج الغذائي تختلف كذلك على حسب الموعد ديال لا كومبيتيسيون، واش باقي لا شهر ولا نهار ولا من بعد، لان الهدف من التغذيه في الجانب الرياضي هو اولا تعطيني واحد المردود، واحد المردوديه ايجابيه، اننا نتفاداو الان الدراسات كلها تتاكد ان التغذيه عندها علاقه مباشره بالتفادي الاصابات، بعض الاصابات عندها علاقه بالجانب الغذائي، وكذلك عندنا ان باش تكون عندنا واحد لا ريكوبيراسيون مزيانه بالنسبه لهذاك الرياضي. فهذه كلها اهداف اللي تنديروها بالنسبه للجانب الغذائي، وبطبيعه الحال غيكون عندنا ورشات، غيكون عندنا برامج غذائيه لهاد الاطفال اللي كاينين، باش نوعيوهم، باش نشرحوا لهم الاهميه ديال هذا النظام الغذائي بالنسبه للرياضي. وهذا بطبيعه الحال تيتم بتشارك وبتشاور مع الجانب الاطباء اللي كاينين معنا هنا في المركب، وبطبيعه الحال كذلك مع المعدين البدنيين، لان المعدين البدنيين هما كذلك تيعطيونا البرنامج ديال التدريب باش حنا تيمكننا نديروا عليه هذاك البرنامج الغذائي اللي غادي نعطيه لكل شخص. اولا تنحترموا القواعد المعمول بها في الجانب ديال النظافه، لان هذا هو الشرط الاول يعني بالنسبه للنظافه. بالنسبه للناس اللي تيشتغلوا في المطبخ، يعني الناس اللي هما اكفاء اللي عندهم تجربه كبيره في هذا الجانب هذا، يعني مطبخ ماشي اختلاف كاين في المطبخ،
ولكن في طريقه التعامل مع المطبخ وفي طريقه التعامل مع الوجبات الصحيه الغذائيه اللي غادي نعطيو للرياضيين. كونسلطاسيون ميديكال ولا تشخيص طبي بكل ما يجب. فعندنا قاعه للاعداد البدني اللي حنا كنتواجدوا فيها، عندنا واحد لوبول ريكوبيراسيون اللي هو لاستعداد القدرات ديال الرياضيين، عندنا اون بيسين دو ريدوكاسيون اللي شفتوها، وعندنا توت ان سيرفيس دو ريدوكاسيون لمعالجه الاصابات ديال اللاعبين. وي كاين طب الاسنان، كاين طب المستعجلات، كاين البصر، كاين البودولوجي، كاين كاين دي ماشين بور لا ماس غراس، كاين كل ما يجب في ان سونتر ديال الطب الرياضي الحديث كاين. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.